من الدعاء الذي ينبغي أن تحرص عليه تقول ربي زدني علما وهدى، كما قال تقول ربي زدني علما، قال وزيد الله الذين اهتدوا هدى، وآتني حكمة وتقوى، يؤتي الحكمة من يشاء وآتاهم تقواهم. وبهذا توفق الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. إذا رزقك الله الأربعة، العلم والهدى والحكمة والتقوى، حصلت الخير كله. فإذا تعرفت في مجلس من مجالس العلم تحضره أو تسمعه على فضيلة لسنة الضحى مثلا، إنها صلاة الأوابين، والله تعالى قال إنه كان الأوابين غفورا، وأنها تعدل 360 صدقة، ومن أداها في يوم أمسى وقد زحزح نفسه عن النار، وأنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، حتى تكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه في درجته، فتحافظ على صلاة الضحى ولا تتركها إلا على وجه الاستجمام وإشعار النفس بأن السنة غير الفريضة غير الواجب، وتجعل هذا لأيام الشغل والمرض والعارض الذي يشغلك، وإلا كل يوم تقول لها ما أستطيع أترك السنة، أخشى أن يكون هذا آخر يوم لي، فألقى الله في آخر يوم لي مقصر في عملي، قاصر عملي، أقرب ما أكون القبر. لكن إذا عرض لك عارض شاغل أو مرض أو طارئ أو شيء تتركها وقلبك معلق فيها.